لحظة عمو أنور، لو سمحت لا تزعل مني، والله مو بقصدي زعلك ولا أحكي هيك معك. هاي هي منار اللي بعرفها، أنت قوية كتير وقد حالك. أنا لو كنت محلك مستحيل كون منيح. مع الأسف وضع بنتك خطير ومو عادي بنوب. سحبي الشكوى تبعك وطالعيهن من السجن. يا ريت لو فيني اضرب بنتك المجنونة والمريضة نفسيا وموتها. امرأة يوميا 7:15 على الام تي في.